السلام عليكم، مساء الخير متابعين جاز الله. الليلة احنا من مقر جمعية منار للإعلام. طبعا هذا شعار الجمعية، اكيد شفتوا الشعار من اول. راح ناخذكم ان شاء الله في جولة على المقر، وراح نعطيكم بعض المعلومات، تابعونا. طبعا هذا مقر الجمعية، هذه هنا الإدارة التنفيذية، الشباب ما شاء الله عليهم. هذه قاعة الاجتماعات، مهيئة لاجتماعات أعضاء الجمعية، وأيضا هنا بعض المعلومات عن الجمعية، مثلا الرؤية هنا والرسالة، وهنا الأهداف وأيضا القيم، وهؤلاء أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة. وهذا مكتب رئيس مجلس الإدارة، راح ندخل عليه يعطينا معلومات عن الجمعية، الأستاذ علي معتبي. مرحبا، حياك الله أستاذ علي. أنا أستاذ عبدو، حياك. ممكن تعطينا معلومات عن الجمعية؟ جدا بكل سرور، الله يحييك ويحيي جازان لايف وشخصك الكريم في جمعية منار. الجمعية هذه طبعا جمعية متخصصة في الإعلام، تتبع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ترخيص 1009. طبعا تشرفنا انه انا ومجموعه من الزملاء نكون يعني من مؤسسي هذه الجمعيه اللي تخدم الممارس الاعلامي وايضا طلاب وطالبات الصحافه والاعلام. هذه الجمعيه طبعا تقدم خدمات متنوعه تكمن في التاهيل والتدريب وايجاد البيئه المناسبه للممارسه الاعلاميه الموجهه ويعني الراقيه في ان صح التعبير. لدينا في مجلس الاداره شباب يعني يمثلون فكر إداري وفكر أيضا مالي وفكر أيضا إعلامي. طبعا هذا إحنا الآن في المقر اللي حقيقة يمكن ما لنا أقل من شهر فيه، والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لجمعية الأمير محمد بن ناصر الإسكان الخيري في جازان، واللي حقيقة منحونا هذا الموقع كدعم للجمعية و يعني الجانب الإعلامي في المنطقة. أيضا لا أنسى حقيقة دعم من جمعية البر الخيرية بصامتة، وكثير من الجمعيات حقيقة اللي بادروا معنا في الوقوف بجمعية منار ومؤازرتها في البداية حتى ترى النور. طبعا أيضا لا أغفل صراحة اهتمام ودعم سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جازان مهندس أحمد القنفذي، الله يعطيه العافية، الأستاذ خالد معافى أيضا إبان تأسيس الجمعية، ثم الأخ عامر فقيه جزاه الله خير، والإخوة جميعا في مركز التنمية. وقبل هذا وذاك حقيقة يعني الشكر لسيدي صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر عبد العزيز من منطقة جازان، وسمو نائبي الأمير محمد بن عبد العزيز نائب من منطقة جازان، على الدعم اللا يعني محدود حقيقة في بنود الجمعية. لعلي أختم بنقطة، وهو أن الجمعية منذ بداياتها حرصت على أن تكون هناك منصة إلكترونية لجميع من يسأل عن ماهية الجمعية ويتعرف ويريد أن يتعرف حتى على العضويات. العضويات هي لكم أنتم، يعني وضعنا هذه المنصة لكي نتيح فرصة للجميع للانخراط فيها. تعرفوا على العضويات وشروطها وبنودها وأيضا حتى رسومها عن طريق موقع الجمعية منار.sa. نرحب بالجميع، شكر خالص للإخوة في جازان لايف. هذه جولتنا في جمعية منار للإعلام. طبعا الجمعية تم تأسيسها منذ تقريبا 6 أشهر. راح أضع لكم عنوان الجمعية وموقع الجمعية، اللي وده يشترك في الجمعية كعضو يدخل الرابط يسجل، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.